رقم واحد عاد تمشي 50 لتر بس، مجرد لا اكثر ولا اقل. لا والله ما تكفي. من متى يوقف؟ هاي من 11 نص بالليل حطينا ورجعنا عليهم الصبح. وسته جاء السرس بعد سران غادي يوم واصل غادي. من 11 ونص بالليل؟ اي والله من 11. خليتهم جريكانات وكذا؟ ولحد الان. بس اشوف قدامك وما معلوم جزئيه يجيني سرى ما يجيني. يجوز يجي او ما والله سرى طويل. ايش الطالب؟ والله مسؤولين عن الموضوع. والله هي ما يفيد ايش قد ما الطالب ما يفيد يعني. ايش قد ما الطالب ما يفيد. ايش تقول لهم؟ تقول لهم بانه مشوا لنا السرى ما يمشي السرى يظل هيك. البنزين بنفس الحاله، هسه رجعت ازمه البنزين بنفس الحاله. انا جيت بالعشرة بالليل حجزنا مكان وبالخمسة الصبح جيت على ابني وما معلوم هم يوصلنا السرى لو لا، وهسه الساعة بالعشرة ونص. هسه الساعة 10:30؟ اي نعم. بعد ما وصلت؟ اي نعم. وين الخلل؟ وين؟ الخلل نحكي كل شيء. كلام لك. الخلل هي اذلال الموصل. اذلال الموصل. لأنه أزمة البنزين، أزمة الغاز. تروح بالدوائر اذلال اكثر. واسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياه لمنطقه. اي ما نحن بأي منطقه؟ نحن بحي النور ساحه غازيات. انا افترضت من الصبح يمكن اقول لك 6 محطات كلهم مشله ماكو. محطه بالقدس فتحوا ازدحام عليها وجينا هاي المحطه الثانيه. والورق حصروه بين يعني هو كان يتمدد كل شهر. بس هسه حصروه يوم 1/4 تسقط. حصروه بين محطات يعني حتى تستفاد جهات تجار على مود سقطونا الورقة. هي المفروض نفس نظام قبل يعني من كانوا بالبداية الشتاء على الوكلاء وكل واحد يعرف حصته والوكيل هو يوزع المنطقة مالته. زخم اخويا بهذا الرقم كله انطوني سفرتي. الرقم كله انطوني سفرتي. البارحة وزعت؟ البارحة اول يوم قاعد اوزع. اليوم من ايمتى بدأت توزع؟ من الصبح للساعة. وهسه مستمرين؟ مستمرين وشوفوا وشو. زين ليش صار عندك زخم انت بالتحديد؟ ما حد ما يوزع غيري، بس انا جايب وانا اوزع بالمنطقة كلها. بس انا اوزع. يعني انت بالجانب الايسر انت ومحطة ثانية فقط هذول ازدحام حيل وما من منطقة يجوني من غير مناطق يشوفوني ياخذون. تدري المثنى يمشي علينا، الزهور، السكر، الجزائر كلها علينا. سيد قلت منتوج لو ايش؟ قلت منتوج تعب، انا اذا ينطوني يومية سفرة يومية اجيب سفرة اوسع. ما تكفي يعني مع هالناس مع شفت الازدحام وناس كم بيته وجري باتم. انا اقول لك بارحة عالم بايت، الله بدالك بايت. وهسه الساعة 11 واوسع. ساعة 11 لسه قاعد نوزع وشوف شوف الازدحام. زيد او الحصة مالكم بعد ويقولون 1/4 يسقط، العالم ايش صارت؟ فرد نوبة علي يعني. حتى لا تسقط يجون هوس السر. بس اذا يمددون الرقم مثل يمددون فد 20 يوم 25 يوم ان لا بالله يروح الزخم.